بنات اليوم نروح فندق ليجولاند. ياي يلا بسرعه. يلا يلا. وصلنا فندق ليجولاند. يلا ندخل. يلا. هلا، اريد غرفه انا صديقاتي. أهلين، الأطفال يجلسون مجاناً هذا الصيف. أحلى شيء. يلا نروح غرفتنا. يلا. انطلقوا.
المركز الثالث. واو شوفوا كيف جنة هدية تذكارية. ريم وين غزل؟ ما اعرف. بنات شوفي بنات، حرام جايبة ولدك اللي ما راح تاكلينه. صح بوفيه عادي اخذ على كيفي. حرام هذا اسرف النعمة، اذا جيتي روحي خذيني ايش مرة ثانية. خلاص راح اشاركه مع شيخة. احسن شي هذه الطريقة تحفظ النعمة. صح واو. احلى شيء في ليجو الاكل المجاني للاطفال، وهذه احلى تجربة. واحلى شيء دخول مجاني للاطفال. وبس كيف الدنيا، ان شاء الله اجيبكم مع السلامه. باي، نحبكم.